يسعد صباحكم نصيحتنا لهذا اليوم للرجال اللي بيعانوا من التهابات او تضخم في البروستاتا اول شيء لازم نركز على الاغذيه الغنيه بفيتامين الف زي الجزر والكبده وغيرها من الاغذيه الغنيه بفيتامين الف رقم اثنين انه احنا نتناول ملعقه من زيت السمسم مساء نطحن بذر الكتان وتناول ملعقه يوميا ايضا نخلط نص كيلو عسل مع 10 جرام من حبوب اللقاح و10 جرام من العكبر او العكبر او البروبليس وناخذ ملعقه صغيره صباحا ومساء ايضا من المشروبات الرائعه مشروب الجريس شاي الجريس رائع جدا لمن يعاني من التهابات البروستاتا وبدناش ننسى تناول كاس من القرع العسلي او عصير القرع راح يدينا نتائج رائعه وبهيك هنخفف كثير من مشاكل البروستاتا